هي بدون مرحلة العمل في جامعة البترول كانت مليئة بالإنجازات. أتذكر أنك عملت على برمجة نظام للحج أثناء عملك في جامعة البترول، كانت لك إنجازات. إحنا خلينا نطلع شوي من الجامعة ونرجع لها مرة ثانية. برنامج الحملة دار، لو تحدثنا عنه. برنامج الحملة دار سنة 1991، أول ما رجعت من الرياض واشتغلت في جامعة البترول تعرفت على الأخ العزيز أبو عبد المحسن الأحمد، محمد الأحمد، فكان هو مسؤول عن المواصلات في جامعة في حملة العدل، والتقينا تعرفنا على بعض وقال لي أباك تسوي لنا نظام للحج. قلت له ايش تبون انتم؟ تبون نحط لكم كعبة فيرتشوال وتخلون الناس يطوفون؟ يعني كنت مستغرب ايش يبي للحج يعني. فقال لي انت مالك شغل، انت تعال ونتفاهم ان شاء الله. نعم فعلا لما جلست معهم طلع الجماعة محتاجين الى نظام اداري متكامل لحملة الحج، وكانت حملة العدل من الحملات المتميزة هذاك الوقت. يعني كانت قاطعة اشواط بالنسبة لغيرهم. يعني لو قارنها بالتكلفة كان الحج معهم 5000 ريال، غيرهم كانوا ب2000 و3000 ريال. الناس كانت مثلا تنام على فرش في الأرض، في حملة العدل كنا ننام على أسرة. صحيح، أنا أتذكر أبو محمد حجيت معهم عام 1420 وكانوا متقدمين على بقية الحملات بمراحل. أي كانوا يسافرون بالطيارة وغيرهم بالباصات. صحيح، فكان نظامهم الإداري متطور جدا. ودخلت معهم في الموضوع هذا. لما سوينا النظام للحملة دار حق الحج استمرينا 10 سنوات نطور فيه، كل سنة نطور فيه كل سنة نطور فيه، لدرجة أن كثير من الحملات في المنطقة، القطيف حملة الإيمان، في سيهات حملة الشهاب، حملة الإمام زين العابدين، كثير من الحملات، وحتى وصلنا أن بدينا نسوقها في البحرين والكويت، بس يعني ما نجحنا كثير. كيف كان يخدم الحملات هذا البرنامج؟ كان يبدأ من موضوع التسجيل، استلام الرسوم، الحجز الطيارة، الباص اللي تركب فيه، الغرفة اللي تبات فيها، المعلم اللي يدرسك خطوات الحج، يتأكدون انت رميت ولا ما رميت مثلا، كل تفاصيل الحج. وصلنا لدرجة ان احنا نسأل الحاج إذا عنده مرض سكري ولا ضغط ويحتاج ملح وما يحتاج ملح في أكله والتفاصيل هذه. حلو، أنا حبيت يعني مسألة كيفية توظيف خبرتك اللي تعلمتها ومارستها، توظيفها في حياتنا اليومية في حياتنا الاجتماعية. أنت نفسك تخدم الآخرين من خلال هذا البرنامج، وش كان شعورك وانت تشوف الحملات قاعدة تطبق برنامج أنت ابتكرته أو برمجته؟ كان شعور رائع جدا. بس انه في 2001 وقفنا البرنامج بعد 10 سنوات، بعد 10 سنوات لان بنينا عليه مؤسسة والمؤسسة خسرت. طيب فوقفنا البرنامج. ما بتصدق الى اليوم احنا 2022، من 2001 لا زالوا يستخدمون نفس السيستم، والسيستم كان شغال على ويندوز فيستا. الحين يركبون لفيرتشوال ماشين عشان يركب فيستا القديمة عشان يركب عليها برنامج الحملة دار. إلى الآن يعتمدون على هالتطبيق. يعني هذا التطبيق كان رائع جدا وقوي جدا لدرجة أنه يصمد أكثر من 20 سنة. ما شاء الله. طبعا هم ضربوا بعرض الحائط كل شيء نسميه إحنا، لا في إدارة المخاطر. أوه. انت الحين جالس تستخدم سيستم بدون دعم فني ل20 سنة. تتصور انت وسط الحج يضرب التطبيق معاك ولا شيء؟ لا يعني هذه مخاطرة عالية. انت جداً. ما اعطاك دافع ابو محمد انك تعود مرة اخرى لتقدم برنامج حديث امن من المخاطر، يخدم الحملات وفق المعطيات العصر الحالي؟ لا أكثر من مرة فكرنا نرجع، ولكن حسبناها من ناحيتين، من ناحية التكلفة، وهذه كان مقدور عليها أن احنا ندبر لنا مبلغ نستثمره. بس أنه حاليا التوجه الكبير اللي جالس يصير في الدولة أنه أغلب الأنظمة
تعطى إلى شركات عن طريق الحكومة. يعني بتلقى نظام العمل، نظام توكلنا، نظام يعني كله أغلبهم هذول يعني يمسكونهم شركات كبيرة، والحكومة تبدأ تديرها ويصير يفرضون رسوم على الاستخدام. فكان المخاطرة أن احنا نطلع بتطبيق وناس تستثمر فيه وبعدين الحكومة تستثمر، وطبعا الحكومة أقوى وعندها مصادر أكثر وأفضل. أكيد راح يتجاوزوننا بمراحل يعني. جميل. طيب خلينا نرجع إلى جامعة البترول ونتحدث بالتحديد عن رحلة جديدة للأستاذ توفيق الشمس، وهي رحلة الحصول على درجة البكالوريوس. يعني بعد سنوات من حصولك على الدبلوم من معهد الإدارة قررت أن تحصل على شهادة البكالوريوس. من أين انبثق هذا القرار، وكيف كانت عملية اختيار الجامعة والتخصص، وما الهدف من الحصول على شهادة البكالوريوس برغم من أنك كنت تترقى بين المراحل خلال مسيرتك الوظيفية؟ خلنا نأكد على نقطة مهمة، أن في ذيك السنوات كان اللي يتخرج من الثانوية وما يحصل قبول في الجامعة هذيك السنة فات القطار، ما كان في فرص أخرى أنك السنة اللي بعدها ممكن تقدم على الجامعة، لأن كانت المقاعد قليلة وكان الأولوية الخريجين نفس السنة. والشغلة الثانية أنه لابد أنك تكون متفرغ للدراسة، معناها أنك تترك وظيفتك. وهذا كان قرار صعب جدا، يعني أنك تترك وظيفتك وترجع تأخذ البكالوريوس. ليش بدينا نتكلم عن البكالوريوس؟ لأنه وجدت أنه في فرص كثيرة جالسة تفوت عني بس لأني ما عندي بكالوريوس بس. يعني كان ممكن أني أحصل وظائف في القطاع الخاص، ممكن أترقى أصير مدير إدارة مثلا في الجامعة أسرع مما يعني أنا انتظرت تقريبا 15-16 سنة إلى أن صرت مدير إدارة. لو كان أتوقع يعني لو كان عندي البكالوريوس كان ممكن أني أحصل وظيفة أبكر شوي. فكان في محاولة أني أدرس بالوقت الجزئي في جامعة البترول، ودرست لمدة سمستر واحد اللغة الإنجليزية. وهذا السمستر يعني أثر على لغتي الإنجليزية 180 درجة ما شاء الله. أي أنا كنت سيء جدا في اللغة الإنجليزية. فلما درست هذاك السمستر بالعكس يعني تقوت لغتي الإنجليزية يعني درجة كبيرة جدا. وبعدها قررت أني أوقف لأني حسبت الموضوع لا يبالي على الأقل 10 سنوات إلى 12 سنة أدرس بار تايم في جامعة البترول عشان أحصل على البكالوريوس. هذه المدة يمديك تحصل على شهادتين دكتوراه بشكل متفرغ. أي وفعلا دخلوها بعض زملائنا التجربة هذه، وكانوا يعني مرهقة جدا، يعني أثرت على حياتهم العائلية وعلى صحتهم. فأنت اتخذت القرار السليم مبكرا وتركت الجامعة البترول كطالب وانتقلت إلى الدراسة. درست عن طريق اللي يسمونها الدراسة عن بعد في جامعة بورتسموث في بريطانيا. هذه بداية 2000 تقريبا. 2000 وتقريبا وثلاثة. كان هنا معهد في الدمام وينسق الحضور ويجيبون لنا دكاترة يدرسوننا في المعهد. كانت يعني بداياتها والاتصال ينقطع وروح والدكتور ما جاء ذاك اليوم وروح ذاكر لحالك. بالطول بالعرض يعني أخذنا الشهادة. طبعا كانت مغامرة أني أخذ شهادة غير معتمدة. شهادة البكالوريوس بالأسلوب هذا من الدراسة مهما كان في أرقى جامعة في العالم غير مقبول عندنا في وزارة التعليم العالي. فتجيب شهادتك ما راح يعادلها. وكان هذا قرار لازم أتخذه أنا، يا أني أخذ بكالوريوس غير معادل أو أني أضل بالدبلوم. وهذه من القرارات اللي أعتقد أنها كانت جريئة وأثرت علي في المستقبل. اللي حرصت عليه بعد ما خلصت البكالوريوس وجاتني الشهادة الأصلية ما حرصت على المعادلة، لكني حرصت أني أوثقها. فرحت المجلس الثقافي البريطاني
قلت لهم تشيكوا لي الشهادة هذه جاتني في البريد وأبغى أتأكد منها صحيحة ولا مو صحيحة. أي دفعت لهم رسوم وبعد كم يوم جابوها لي مختومة أنها أصلية. قلت لهم طيب طيب وين السفارة البريطانية؟ ورحت للسفارة البريطانية قلت لهم اختموا لي على الشهادة هذه لأنك أنا ما عندي مشكلة أنك ما تعترف في شهادتي، بس عندي مشكلة أنك تقول لي الشهادة هذه ما هي صحيحة. فأنت يعني رأيك لك وأحترم أنك ما تعترف في الشهادة دي، بس لا 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 تقول إني أنا شهادتي مضروبة ومزورة أو شيء زي كذا. فحرصت إني أوثقها يعني. وحصلت على الشهادة تقريبا عام 2005. نعم. طيب